أعزائي المشاهدين، تعالوا نستهل هذه الحلقة مع الأخ الشاعر محمد بن عبد الله الهاشمي. إيش راح تقدم الأخوة المشاهدين في هذه الحلقة؟ والله راح أقدم قصيدة. طبعا هذه القصيدة أذكر فيها عن الأشياء القديمة اللي انتهت من زمان، وأرجو أن تعيد مرة ثانية إن شاء الله. حياك الله الشاعر، يعني تذكر فيها الماضي طبعا. الماضي طبعا، الماضي. أيوة، حياك الله الشاعر، تفضل. فتعرف ان زمان الماضي لما كان الواحد يعني ما يطلع من بيتهم الا خنيره وتفقه فوقه. فعلا الان يعني تقريبا انتهى، وعسى ان شاء الله يعود. حياك الله الشاعر، حياك الله. فاقول طلبت ربي كريم. طبعا اللون هذا يعني من الشعر يسمى بن عبادي عندنا في صور. تسمى الشعر هذا شعر. ايوه، هذا بن عبادي. نعم، حياك الله الشاعر. يقول طلبت ربي كريم سهران ليليه، عايف مقام البلد من قلة تبغية، تركت لبس المصر والبست طاقية، عقبة فقي وخنيري عصامة في ذي، ناسا يقولوا تراه في حسنتي سية، والعز فيها العصر بيهون راعية. راعية الشعر. كان الدهر لي مضى ناسا رحومية، أهل القنا والترس للشر والمية، أهل الخشب في البحر دومي شراعية، يسروبهن زنجبار ويوك سفرية. سفرية شعر. هين الفرح والمرح وحضور قيضية، وأهل الطرب هينهم لي دوم زفنية، والعشق في هالزمان ما ريت صافية، ولا ريت لي يوصفون الياس والطية. والطية شعر. اليوم كل شي انتهى والناس فنية، واحتى شباب الوطن كلهم رياضية، بوادع رباعتي وداع الأهالية، وبنقل بلاد الرخاء من دون منية، ما شي مقالة ولا معهم تمارية، وبالعذر والعفو منصور لعفية، منصور لعفية، بفضل رقاد الغرف والكوس هبية، وبسكن في بيت السعف وخيام شتوية، وبصاحب راعي الشرف لي سمعته حية، كل الرجل بالوفاء ياخذ مداعية، وختمتها بالنبي أول وتالية. وتالية. السلام عليكم ورحمة الله. مشكور الشاعر محمد بن عبد الله الهاشمي على هذه القصيدة الذي ذكرت فيها بين الحاضر والماضي. نعم.